الرحمن الرحيم، متواصلين أيها الأخوة أيها الأعزاء مع انطلاقة الشوط 17 وختام هذه الفترة المسائية وختام همسك الشوط 17، ينطلق ب41 خابط مشاركة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق والسلامة لكل المشاركات في هذا الشوط، والبداية مع روعة لسعيد بن راشد بن رايه المري، هي من تسللت وخطفت مقدمة الشوط، تليها الشاهينية لمحمد بن علي بن ذيب، نقلة إلى المركز الثالث، من تتسلل وتخطف المركز الثاني زاهية صالح بن حمد بن هامله المري، هي من تقدمت واحتلت المركز الثاني، بينما المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن علي بن ذيب المري، نقلة إلى المركز الرابع، هناك من أقصى اليمين فرحة جابر بن علي بن جرحب تتقدم هي بدورها وتنتزع المركز الثالث، النقلة على المركز الرابع، الرابعة الرابعة الرابعة، هنا الشاهينية لمحمد بن علي بن ذيب، نقلة إلى المركز الخامس، أيضا من تتقدم من أقصى اليمين وتخطف المركز الرابع، المتحدة لراشد بن محمد بن ملهية، وتليها في المركز الخامس هناك الضبية أحمد بن سلمان المنصوري، وهذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء، أول كيلو متر ينقضي من هذه المسافة، وما زال التوقيت الزمني مع العنود، من فازت بالشوط الأول الرئيسي لسعيد بن راشد بن راية بتوقيت زمني ممتاز 4 دقائق 43 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية، وهذه عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى زاهية من تذهب بشعار بن هاملة في هذا المساء، ولكن دخول 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 على زاهية من فرحة جابر بن علي بن جرحب، غيرت فرحة مجريات الأمور وخطفت مقدمة الشوط، تليها زاهية صالح بن حمد بن هاملة المري، نقلة إلى المركز الثالث، ننتقل انتقالة إلى المركز الثالث ودخول على ثالث المراكز أيها الأخوة أيها الأعزاء، من قبل بن ظبيان إحزام بن محمد بن ديلة، هذا شعار بيضة من كانت ردا قويا في شوط من الأشواط الماضية، النقلة على المركز الرابع العنود حمد بن محمد بو صلعة، ولكن ينخطف المركز الرابع من شعار محمد بن طحنون بن مهيرة، قدمنا لنرى المقدمة لنرى المعركة الطاحنة على مقدمة الشوط، يا سلام الله الله الله، فرحة وما زالت متشبثة بالمركز الأول لجابر بن علي بن جرحب المري، الله اللحظات الأخيرة، الكيلو و200 متر، يلا يا فرحة فرحة أيها الأخوة أيها الأعزاء، وفرحة العيد عيد الأضحى المبارك مع فرحة، إن فازت فرحة، ولكن من ترفع راية التهديد الشايبة لمبارك بن مبخوت المري، تليها في المركز الثالث عزامة محمد بن طحنون بن مهيرة، نقلة إلى المركز الرابع، أول نداء لإنذار صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، ونقلة ومن تتسلل على المركز الرابع بن ظبيان الحزام بن محمد بن ديلة، بينما المركز الخامس أول نداء للغريبة الغريبة راشد بن طالب بن شريف، وهذه عودتنا إلى المعركة الطاحنة أيها الأخوة أيها الأعزاء، من تتسلل وغيرت مجريات الأمور الشايبة الشايبة المبارك بن مبخوت المري، والثمانمائة متر الأخيرة وفرحة، والشايبة اللحظات الحاسمة أيضا هنا الغريبة راشد بن طالب بن شريف، ودخول دخول دخول ملفت لوهج عبد الله بن علي العطية، تنتقل الانتقالة إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس براقة ناصر بن شابل المري، وعودة إلى مقدمة الشوط، وما زالت الشايبة يا سلام الشايبة أيها الأخوة الشايبة والغريبة تسلل الغريبة في هذه اللحظات وتخطف مقدمة الشوط والمركز الأول، الله يا الغريبة، وهذا الأداء الممتاز وما هو غريب على الغريبة، إن فازت الأربعمائة متر الأخيرة الأربعمائة متر خطيرة، الشايبة والغريبة وفرحة، الله الله، الشايبة والغريبة وفرحة، عادت فرحة عادت لتعيد حقوقها المنهوبة، فرحة والشايبة فرحة والشايبة والغريبة، المعركة طاحنة أيها الأخوة على شوط الختام، فرحة تتسلل فرحة والشايبة تتسلل فرحة من أقصى اليمين تخطف مقدمة الشوط مع جابر بن علي بن جرحب، تهانينا الله يا فرحة الله يا فرحة، هي من غيرت مجريات الأمور لحظات الوصول، تهانينا والناموس، المركز الثاني الشايبة مبارك بن مبخوت المري، المركز الثالث الغريبة
الراشد بن طالب بن شريم المري المركز الرابع. المركز الرابع هو هجلي عبد الله بن علي العطية، بينما المركز الخامس براقة لناصر بن شابل المري. هذه النتيجة للخمس المتقدمة الأولى، وشاهدنا التنافس القوي الذي كان على أشده حتى اللحظات الأخيرة. تشاهدون على شاشة التلفزيون الشايبة والغريبة، ولكن من عادت في اللحظات الحاسمة في اللحظات الحرجة المطلوبة هي فرحة من تشاهدونها حاملة الرقم 23، تصل إلى خط النهاية في توقيت زمني ممتاز 4 دقائق 57 ثانية و16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز فرحة لجابر بن علي بن جرحم المري. المركز الثاني أيضا من قدمت عرض تشكر عليه الشايبة، وكانت منافسا وندا قويا في هذا الشوط، قطعت المسافة الشايبة في 4 دقائق 57 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشايبة مبخوت مبارك، لمالك الشايبة مبارك بن مبخوت المري، تهانينا والناموس. المركز الثالث أيضا اللي قدمت عرض تشكر عليه القريبة، قطعت المسافة في 4 دقائق 58 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الغريبة راشد بن طالب بن شريم المري. تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين في هذه الفترة المسائية، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ في السباقات وفي المراكيض القادمة. أيها الأخوة أيها الأعزاء، بهذه اللقطات نصل إلى ختام هذه الفترة المسائية آملي